منه يا يجيو منه عقدين وقفة أو اعتصام مفتوح. معناتها وقع خرجنا من العمل نتاعنا في الديستريكت نتاعنا نخدم كل يوم خويا نخدموا في سويعنا الناس منظمة الناس تخدم على رواحها يجي في نهار وليلة يقول لك اقعد على روحك راك ما تخدمش راهو الكونترات نتاعك وفيه راهو معناتها مش نجيبوا عباد اخرى تجي تخدم تجي انت تعمل له فورماسيون وتروح ويجي ويشد بلاصك هذه رزاق هذه عائلات نحن لهنا ماناش مروحين ماناش مسلمين باش نبقاو لنا نحن في اعتصام مفتوح اعتصام سلمي الكل لنا الناس الكل اولياء نتاعنا نسينا صغارنا الناس الكل عندنا خبزه عندنا عائلات ناس كاريه وناس عندها صغار تصرف عليها ما عندنا ما عندناش مورد رزق العمر هذايا الناس في العمر هذايا ما عندها وين تمشي راهو معناتها وصلنا تو 4 سنين نخدموا بعد 4 سنين واحد وين مش يمشي يخدم 30 و32 و33 سنه ما عنده وين يمشي يخدم مكا ومعناتها وصلنا العمر اللي انت شديت بلاصه لازمك تكمل فيها نحن لنا اعتصام تاعنا سلمي الكياس قاعد يخدم على روحه الكره بتمشي وتجي نحن لنا معتصمين لنا قاعدين نحبوا خويا ناخذوا حقنا نحبوا نرجعوا لخدمنا نحبوا خويا عائلاتنا يتهناوا وشوف خويا اولياءنا امياتنا بياتنا ونسانا الناس الكل لنا وعنا صغارنا قاعدين نخدموا عليها خويا ان شاء الله ربي ينور الحق وكا مزيان انا نستناه انت وحده يعني والدت احد كتب لنا عنده عائله ولدي يخدم لنا بحياته وصغاره من يصبح قاعد نمشي يجي نمشي يصرف نمشي يكري نمشي يدوي ناقو ما يخذ لي 10 مليون داخل الكلينيك كنت مريضه اكتي صوتي عندي الحساسيه خذ لي 10 مليون قرض اي كي يصبح هو غدوه قاعد نمشي يخلص القرض بعد 4 سنين علاش ما قالوا لهمش من نهار الاول راه مش خدموكم ونهار اللي نقول لكم روحوا روحوا لا العام الاول لا العام الثاني لا العام الثالث دخلوا في الرابع وقت الترسيم يطردوهم يعني يستنى في الترسيم اموره واضحه فرحان يجي يطردوه علاش منين وعمره فات لا عاد باش يعمل حتى كونكو لا عاد ينجم يعمل فورماسيون لا عاد ينجم حتى شيء النية طالب من سيادة الرئيس يدخل لنا سي قيس سعيد نحن نخبنا له الناس الكل وعندنا ثقة فيه ان شاء الله ياخذنا بحقنا ان شاء الله ياخذنا بحقنا البي تي جي كرمتهم وبعد ما تكلمتش عليهم علاش عليه ان شاء الله ناخذوا معنا والد احد العاملين لهنا المعقدين يعني في طريق السياره انت اليوم جيت في الاعتصام لنفذوه العائلات في طريق السياره شنو السبب بالضبط معناتها اني ابو محمد علي عمدوني معناتها هو اجرالي هو معناتها كل شيء معناتها ما عنديش هو برك اللي يجرى لي في العائل وانا ود هو ود الدوله وانا ود الدوله وانا معاق معناتها طالب باش يرجع يخدم على روحه وهذاك ما طرب يرجع يخدم على روحه ومعناتها هو ما عندي حتى شيء اخر كان يرجع يخدم على روحه طالبين حتى شيء اخر انتم كنتوا تستنوا في ترسيم يعني اي كنا من ترسيم هو عنده عمل 3 سنين و10 شهور ومعناتها ما عملنا وعمل لك التست تاع الواد وكل شيء قلنا مشي ترس شويه ما خرجوا قالوا ما عندكش حتى حق برا مشي روح على روح انتم يعني باش توصف الاعتصام السلمي حتى اللي يرجعوا يخدموا على روح ما تحركوش من هنا الا ما يشوفوا لنا حل سياده الرئيس قيس سعيد